السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبتي وأعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي. مستر جودة معكم من قناتكم جودة عودة، ويسعدني النهاردة أن أنا أقدم لكم فيديو جديد من فيديوهاتنا. ما تنسوش حبايبنا تفضلوا معنا لنهاية الفيديو بعد ما نشرح جزئية الجرامر الخاصة بالوحدة السبعة. هيبقى في أسئلة إن شاء الله في نهاية الفيديو على الدرس الجرامر ده وهنحلها مع بعض. وكمان بفكركم احبتي ان انا سايب لكم اسفل الفيديو في صندوق الوصف جميع فيديوهات الصف الاول الاعدادي اللي حابب ان هو يطلع عليها، هتلاقوها اسفل الفيديو في صندوق الوصف. وكمان سايب لكم روابط الانضمام معانا لجروبات الواتساب وكمان قناتنا على التليجرام وصفحتنا على الفيسبوك، للي حابب ان هو يسالنا او يطرح اي اسئله يتفضل من خلال الواتساب او من خلال التليجرام او حتى من خلال الفيسبوك. وبفكركم احبتي ان احنا نكثف الدعاء لاخواتنا الفلسطينيين ان ربنا ان شاء الله ينصرهم ويثبتهم ويسدد رميهم. ما تنسوش المقاطعه يا شباب، المقاطعه هي الحاجه الوحيده اللي في ايدينا ان احنا نقدر نخدمهم بيها دلوقتي. تعالوا مع بعض بقى نبدا درسنا. درس النهارده زي ما انا قلت هو شرح للجرامر الخاص بالوحده السبعه، وهو عباره عن شرح لزمن مهم، هو زمن the past simple tense، زمن الماضي البسيط، the past simple tense. تمام، ده زمن من الأزمنة المهمة جدا، وهنبدأ بيه شرح جرامر الخاص بالترم الثاني. أول حاجة عايزين نعرفها عن أي زمن، يعني إيه زمن؟ الزمن هو وقت حدوث الفعل، الزمن هو المتحكم في وقت حدوث الفعل. يعني لو عايز أتكلم في الماضي وأقول أنا قابلت أحمد امبارح، يبقى I met أحمد yesterday. هنا استخدمت زمن الماضي عشان أعبر عن حاجة حصلت في الماضي وهي إن أنا قابلت أحمد. عايزين أول حاجة نعرفها هي تكوين الزمن بتاعنا ده. تكوين الزمن سهل جدا. أول حاجة هنبدأ بيها هي التكوين أو الفورم. تمام؟ التكوين بيتكون من التصريف، بيتكون من التصريف، نحفظها دي يا جماعة، التاني للفعل اللي هو بنسميه second form of the verb، تصريف التاني من الفعل. طيب ده بياخدنا لنقطة تانية وهي تصريفات الأفعال. في اللغة الإنجليزية عندنا كل فعل له ثلاث تصريفات، تعالوا نتعرف عليها كده. تصريف أول، تمام، زي لما أقول مثلا play، played تصريف تاني، played تصريف ثالث. تمام، اقول مثلا visit يزور، التصريف الثاني بتاعه visited، زار التصريف الثالث visited، برضو زي الايه، زي الثاني. طيب في عندي افعال ثانيه، افعال غير منتظمه زي see يرى، saw راى، seen eat يأكل، ate أكل، eaten تصريف الثالث. لو نلاحظ ان عندنا في الشكل اللي قدامنا ده عندنا ثلاث تصريفات، دي بنسميها كده تصريفات الأفعال عشان نحفظها بس، تصريفات الأفعال. تصريفات يا شباب الأفعال، عندي تصريف أول، تصريف ثاني، تصريف ثالث. تمام، تصريف اول، تصريف تاني، تصريف تالت. تصريف اول بشتق منه زمن مهم برضه، هو زمن المضارع البسيط، وده مش بتاعنا النهارده. الزمن بتاعنا النهارده هو التصريف التاني من الفعل اللي هو ده، ده اللي هو هشتق منه الايه، الماضي البسيط، التصريف التاني من الفعل. طيب لو انا عايز اخد مثال، مثلا اقول انا، ناخد مثال انا لعبت تنس، انا لعبت تنس، يبقى انا خلصت ولعبت، يبقى هستخدم زمن الماضي. هقول I، تمام، played تنس. تمام، ممكن احط لها محدد من محددات الزمن واقول yesterday، انا لعبت تنس امبارح. الجمله دي جمله ماضي بسيط، واللي عرفني لان الفعل هنا جاي في التصريف الثاني من الفعل، انا لعبت اهو جاي التصريف الثاني، يبقى على طول بتكلم في زمن الماضي البسيط. ومعاه كمان كلمه يسترداي اللي هي معناها امس، تعبر برضو عن زمن الماضي البسيط. يبقى انا وفي عندي شكلين من التصريفات، خلي بالكم، تصريف منتظم باضافه اي دي للفعل اهو،
play played played بضيف اي دي بس ما بعملش حاجة تانية. وتصريف غير منتظم وهو زي سي صو سي نلاحظ ان هو ملوش قاعدة ماشي عليها وكمان لازم يحفظ لانه ملوش قاعدة زي ما قلت بنسميه irregular verbs او تصريفات غير منتظمة او افعال غير منتظمة. سي صو سين eat ate eaten ملهاش قاعدة ماشيين عليها زي play played played visit visited visited help helped helped. تاني نقطة عايزين نعرفها عن زماننا النهاردة هي ازاي اعمل نفي. النفي بتاعه سهل جدا. نفي النفي خلاص النفي سهل جدا بنضع خلي بالكم معايا didn't نضع didn't قبل الفعل في الجملة بنحط didn't قبل الفعل في الجملة. طيب تعالوا ناخد مثال. احنا الاول عايزين نعمل هنا كده تمام. طيب ناخد مثال كده سريع ونقول مثلا عايز اقول جملة انا اكلت مثلا انا اكلت سمك. تعالوا نقولها كده يبقى اي انا تمام اكلت تبقى ايه. ايوه في واحد بيقول لي ايه ده هو التصريف الثاني يبقى اي ايت تمام سمك. دي جملة ماضي بسيط سهلة جدا اي ايت فيش انا اكلت سمك. طيب لو عايز انفيها المستر قال لي نحط didn't قبل الفعل نيجي عند الفعل هنا ونحط ايه didn't. ممتاز يبقى هنيجي هنا ونحط ايه كلمة didn't تبقى الجملة I didn't eat fish. في مشكلة هنا ايه هي يا مستر؟ ان انا لازم ارجع الفعل لمصدره. لازم ارجع الفعل لايه؟ لمصدره. يعني eat هرجعها للمصدر او التصريف الاول اللي هو eat يبقى I didn't eat fish. الحته دي مهمه جدا يا جماعه. يبقى دايما بعد didn't برجع الفعل لايه لمصدره يبقى I didn't eat fish. كده عملنا النفي بتاعنا والنفي سهل جدا. تعالوا بقى نشوف مع بعض ازاي اسال سؤال بهل. تاني نقطه عندنا هي السؤال بهل اللي هو بنسميه yes or no question. السؤال بهل تمام. ازاي اسال سؤال بهل؟ سؤال بهل في اللغه الانجليزيه بيتكون من ثلاث حاجات او ثلاث مكونات رئيسيه لازم نحفظهم. اول حاجه عندي هي الفعل المساعد. الفعل الايه؟ المساعد. اي سؤال بهل بيبدا بالفعل المساعد خلاص. طيب بعديه على طول بعديه بحط الفاعل تمام. ثم الفعل الاساسي. الفعل الايه؟ الاساسي. الفعل الاساسي ناخد بالنا من النقطه دي يا جماعه. ولو في مكمل هنحط مكمل ثم علامة الاستفهام في الآخر. يبقى ده السؤال بهل. تكون السؤال بهل فعل مساعد فاعل فعل أساسي. تعالوا نطبق على الزمن بتاعنا بقى. الزمن بتاعنا الماضي البسيط الفعل المساعد بتاعه هو أيوة برافو عليكم did. فعل المساعد بيكون إيه؟ did. طيب والفاعل ممكن يكون أنت you أو هو he أو هي she أي ضمير من الضمائر السبعة. احنا عارفين طبعا I أو he أو she أو it أو you أو they. وممكن يكون اسم ممكن يكون أحمد محمد منى نوره اي اسم برضو ممكن ان انا احطه مكان الفعل. فاحنا هنقول مثلا did you هل انت did you تمام. عايز اسال انت did you مثلا اقول ايه did you هل انت زرت جدتك زرت يبقى احط ايه هحط سامع حد بيقول لي visited هقول له لا خلي بالك انا دخلت did في الجملة فلازم انا اجيب المصدر يبقى انا الفعل الاساسي عندي هنا لازم يكون في المصدر يبقى did you visit تمام. جدتك يبقى ايه المكمل بتاعنا your grandma. هل انت زرت جدتك did you visit your grandma. ده سؤال بهل عادي جدا اجابته بتكون ايه يا شباب؟ بتكون yes تمام I did. لاحظ ان انا سألت بديد فلازم انا اقول yes I مكان you. دايما في الاجابة بحول you انت الى I انا يبقى yes I did تمام عشان السؤال بديد. او ممكن اقول ايه no I didn't يبقى yes I did او no I didn't. خلاص دي اجابة مختصرة له. طيب تاني نوع من انواع الاسئلة هو السؤال بأداة الاستفهام. السؤال بأداة
بأداة الاستفهام. ركزوا معايا يا شباب، السؤال بأداة الاستفهام هو تقريبا نفس السؤال بهل اللي احنا عملناه، فعل مساعد، فاعل، فعل أساسي، بس بضيف بس أداة الاستفهام في البداية كده قبل الفعل المساعد. يبقى هنقول ايه؟ أداة الاستفهام في البداية كده تكوينه هو أداة الاستفهام، تمام، زائد ها الفعل المساعد. الفعل المساعد ده التكوين بتاعي، نحفظه يا جماعة، بتاع السؤال بأداة الاستفهام، زائد الفاعل، زائد الفعل الأساسي. الفعل الايه؟ الأساسي. الفعل الأساسي. طيب، ولو في مكمل احطه برضو في النهاية، واحط علامة الاستفهام معايا في آخر السؤال بأداة الاستفهام. السؤال بأداة الاستفهام، تعالوا نطبق بقى وناخد ايه على كل حاجة من دول مثال. أداة الاستفهام هنا بيقول لي أنا، تمام، أنا did you visit your grandma، هل زرت جدتك؟ عايز أقول له متى زرت جدتك؟ متى يعني ايه يا شباب؟ متى يعني when؟ يبقى أنا هستخدم أداة الاستفهام when، أحطها هنا كده في البداية، يبقى when أداة الاستفهام بتاعتي، تمام. والفعل المساعد عندي في زمن الماضي، اتفقنا، قلنا did، ما بيتغيرش، هو حاجة واحدة بس، did. When did؟ والفاعل عندي هل انت زرت، يبقى when did you. طيب visited، زرت، مش انا بتكلم في الماضي، هقول زرت، صح؟ في حد بيقول لي لا يا مستر هنا في مشكلة، ايه هي؟ انك دخلت الاي دي مع did، ما بتجيش مع بعض خالص، دايما الفعل بيبقى في المصدر، يبقى when did you visit، تمام، متى زرت your grandma، your grand ما، متى زرت جدتك. نلاحظ يا جماعه زي ما انا قلت ان السؤال باداه الاستفهام هو نفس السؤال بهل، بس باضافه اداه الاستفهام في البدايه. اهو انا ضفت بس وين مع السؤال اللي هو did you visit your grandma، اهو did you visit your grandma، هو نفس السؤال بهل، بس بضيف اداه الاستفهام. كده خلصنا الجزئيه بتاعه السؤال باداه الاستفهام. ناقص لنا نقطه ثانيه، وهي السؤال ايه هي الكلمات او الكي ووردز بتاعه الماضي البسيط. كي ووردز، كي ووردز يعني ايه؟ يعني الكلمات الداله على الزمن. كي ووردز يعني الكلمات الداله عليه، الكلمات الدالة، اللي الكلمات اللي لما بشوفها في جملة أعرف إن الجملة دي جملة ماضي بسيط. أول كلمة عندي وأهم كلمة هي كلمة yesterday. كلمة إيه يا شباب؟ yesterday معناها أمس، yesterday معناها أمس. بعد كده هناخد كلمة ago، بس بيجي قبلها فترة زمنية، هقول لكم يعني إيه دلوقتي، وبعدها كلمة ago. لو عايز أقول مثلا منذ يومان يبقى أقول two days ago، منذ أسبوع يبقى a week ago، منذ خمس ساعات، خمس ساعات يعني five hours ago، لاحظنا؟ يبقى كده كلمة فترة زمنية ثم كلمة ago. وممكن كلمة last من الكلمات المهمة جدا اللي بتعبر عن الماضي البسيط، بيجي معاها مثلا last week، الأسبوع الماضي، last month، الشهر الماضي، تمام، أو last year، أو last Sunday، الحد الإيه الماضي. طيب ممكن اقول in the past، يعني ايه in the past؟ في الماضي. in the past ممكن اقول in زائد فتره زمنيه سابقه، يعني مثلا لو قلنا في 2015 2015، تمام، يبقى in زائد فتره زمنيه سابقه اللي هي ايه 2015 دي قبل 2024، احنا دلوقتي في 2024، يبقى in 2015 دي فتره زمنيه سابقه، تمام، بتعبر برضه عن الماضي. ممكن استخدم كلمة once، once معناها ذات مرة، هنا مش معناها مرة واحدة، هنا أنا بحكي قصة وبقول once. ممكن أقول برضه يا جماعة structure مهم جدا، عندما when مثلا I was young، عندما كنت صغيرا، دي برضو من الاستراكشرز اللي بيجي معاها ماضي بسيط، عندما كنت صغيرا، او ممكن عندما كان عندي خمس سنين، when I was five years مثلا، فاهمين؟ دي الكلمات الدالة على زمن الماضي البسيط. خلاص خلصنا النقطة دي، ناقص لنا نقطة صغيرة، وهي ايه بستخدم الماضي البسيط ده ليه؟ احنا عرفنا في اول الجملة، في اول الشرح بتاعنا، عشان اعبر عن حدث
بدأ وانتهى في الماضي. أعبر عن حدث بدأ وانتهى في الماضي. فاهمين؟ زي لما أقول مثلا أنا لعبت تنس امبارح. امبارح الكلام ده أنا روحت النادي ولعبت وخلصت ورجعت بيتنا، فعشان كده قلت ايه، عبرت عنه عن زمن الماضي البسيط. وكمان بيعبر وبيستخدم للتعبير عن قصه في الماضي. تحكي قصه في الماضي، تقول مثلا last week، الاسبوع اللي فات، I went to the market، انا ذهبت الى السوق. I found a bag، انا لقيت شنطه. I took it to the police، انا خدتها للشرطه. طبعا كل ده انا بحكي القصه دي في زمن الماضي البسيط. ده باختصار زمن الماضي البسيط. بعد كده في عندنا نقطة مهمة جدا، وهي السؤال باستخدام حاجة تانية غير did. هل ممكن ان انا استخدم اي فعل مساعد غير did؟ هقول لك اه، حتة مهمة دي يا جماعة. في بعض الجمل في الماضي البسيط بنلاقيها ما بنفعش نستخدم فيها did للسؤال ولا حتى didn't. طب جملة زي اللي هقولها دلوقتي مثلا، هنقول هنخليها تحت ايه؟ تحت مسمى ملاحظات هنا عشان تاخدوا بالكم منها، بس ملاحظات على الزمن. خد بالك من الجملة اللي هقولها دلوقتي دي، تمام؟ خد بالك معايا من الجملة اللي هقولها دلوقتي دي. هقول مثلا he was at the club، معناها هو كان في النادي. خلي بالك he was at the club، هو كان في النادي. دي جملة ماضي بسيط عادية جدا. was اللي هو الماضي من verb to be، هو كان في النادي. عايز اعمل حاجتين فيها، عايز اسأل سؤال بهل واسأل سؤال بأداة الاستفهام. اول حاجة هسأل سؤال بهل. طبعا احنا خدنا السؤال بهل في الماضي، قلنا هنحط did كفعل مساعد. احنا عارفين ان الفعل المساعد والفاعل والفعل الاساسي والمكمل دول اللي هنشتغل عليهم في اي زمن، تمام؟ فعل مساعد عندي مش هينفع did. ليه يا شباب؟ لان موجود بالفعل عندي فعل مساعد في الجملة ومهم جدا، هو was بستخدمه. يبقى لما الاقي verb to be موجود في الجملة بستخدمه واعمل منه سؤال بهل. يبقى هنجيب الفعل المساعد اللي عندي، مش هحط did يا شباب. يبقى هقول ايه بقى في الجملة دي؟ يبقى ده السؤال بهل. خلي بالك ده سؤال بهل، اول جزئية السؤال بهل. هنقول was، تمام، نحطها في بداية الجملة. وبعدين الفاعل، مش هنقولنا تاني حاجة الفاعل اهو، فعل مساعد فاعل. was he at the club، معناها هل هو كان في النادي. كده سألت سؤال بهل باستخدام حاجة تانية خالص غير ايه، غير صاحبنا did. طيب خلي بالك في جملة تانية هكتبها واشوف مين الشاطر اللي يسأل لي عليها سؤال بهل. I was at the club. يلا فكروا كده في السؤال بهل بتاع الجملة دي. انا كنت في النادي. سامع حد بيقول احنا هنحول، خلي بالك I ليو. يلا مين اللي يسأل لي؟ ايوه برافو عليكم، تمام. مين اللي هيسأل لي عليها سؤال بهل؟ ها سؤال بهل. يبقى ايه؟ يبقى was I، احنا قلنا I هنحولها ليو. طب يبقى was you، لا مش هينفع، عمال هقول ايه؟ where you، تمام. شطار كل اللي جاوب معايا صح. where you at the club، هل كنت في النادي؟ where you، هل كنت؟ فيقول yes I was at the club. I، لان احنا عارفين ان I في الاجابه بتتحول ل you في السؤال، والعكس you في السؤال بتتحول ل I في الاجابه. ناخد بالنا من الحته دي يا جماعه. لما يبقى الاجابه فيها I was، السؤال بتاعها بيبقى ب where you. السؤال ب I was الاجابه بتبقى ايه؟ او الاجابه بتبقى I was، السؤال بتاعها بيبقى where you. طيب تعالوا نشوف بقى، لو انا عندي عايز اسال سؤال على الجمله دي في باداه استفهام. يعني مثلا الجملة اللي فوق he was at the club، عايز اسأل عليها سؤال بعد استفهام واقول اين كان هو، او متى كان هو في الكلب. متى، متى يعني ايه؟ يبقى when. خلاص يبقى ده السؤال هنعمله رقم اتنين، ده سؤال بأداة الاستفهام، تمام. هنقول اول حاجة ايه؟ أداة الاستفهام. السؤال بأداة الاستفهام، أداة الاستفهام اللي هي ايه؟ متى، متى يعني ايه؟ when. حلو قوي.
طيب والفعل المساعد هستخدمه هو was when was، والفاعل he when was he at the club، متى كان هو في النادي. بجملة سؤال بإيه؟ بأداة الاستفهام. واستخدمنا was، ما استخدمناش did في الجملة دي. ليه ما استخدمناش did؟ علشان was استخدم كفعل مساعد. طب لو عندي where أخت was ينفع استخدمها؟ مثلا لو قلنا they هم they were مثلا at school، هم كانوا في المدرسة. دي جملة باستخدام where هم كانوا، جملة ماضي بسيط. لو عايز اسأل عليها سؤال بهل هقول ايه؟ ايوه where they at school، يبقى where هل هم كانوا، where they at school، هل هم كانوا في المدرسة. ده سؤال بهل. طب لو عايز اسأل اقول متى هم كانوا في السكول، يبقى when، اضيف بس when هنا، where they at school، when where they at school. وبكده نكون خلصنا الجزء الاول من شرح الوحدة السبعة. هسيب لكم السبورة تاخدوا منها سكرين شوت. ودلوقتي تعالوا مع بعض نحل بعض الأسئلة على جزئية الجرامر اللي احنا شرحناها من شوية. وياريت لو انت عارف الإجابة أو لو انت عارف الإجابة نحاول نجاوب قبل ما نجاوب. Number one, space you go to the park. Yes, I did. طبعا طالما جاوب yes, I did يبقى السؤال أكيد بديد. تمام؟ دي سهلة جدا. Did you go؟ لأن الإجابة فيها yes, I did. السؤال الثاني yesterday، طالما قال لي yesterday هنا يعني امس، يبقى اكيد هيتكلم في الماضي، يبقى our family على طول moved، الماضي من move ينتقل، moved انتقل. how did، اول ما نلاقي did يا شباب موجوده نجيب بعدها الفعل في المصدر، يشعر feel اللي هو المصدر او التصريف الاول من الفعل، did موجوده تبقى مصدر على طول. خالد went to the park 10 minutes ago، منذ 10 دقائق. 10 minutes ago. ago خلي بالك من الكلمات المهمة جدا لما تعبر عن الماضي البسيط، بيجي قبلها فترة زمنية زي ما خدنا في الشرح. We spaced lunch together in the school canteen this morning. طبعا we had تناولنا. We had تناولنا في الماضي. هذا الصباح. We ما بتخدش is having أساسا. We having لوحدها كده ما تنفعش. We has برضو ما بتخدش has، بتاخد have. What وديد طبعا هنا هستخدم ديد كفعل مساعد لأن الجملة بيقول لي last Saturday، السبت الماضي، يبقى بيتكلم في الماضي على طول، هستخدم ديد كفعل مساعد خاصة أن عندي فعل في المصدر هنا. خلي بالكم الحتة دي مهمة جدا، لازم يكون في فعل في المصدر هنا. لو ما فيش فعل في المصدر هنا هنستخدم حاجة تانية هناخدها كمان شوية. إياد جايب لي أجو في آخر الجملة، أجو من كلمات المعبرة عن الماضي، يبقى visited رقم B. طبعا المراجعة متاخدة من أكتر من كتاب خارجي، من 3 كتب خارجية إن شاء الله يعني. I spaced my grandparents last weekend. last weekend يبقى الأسبوع أو عطلة نهاية الأسبوع الماضية، يبقى بتكلم في الماضي، تبقى visited رقم A. خالد went to the park 10 minutes، لسه واخدينها دلوقتي، ago. dad spaced وجايب لي go to the park أو to the work yesterday. طالما yesterday يبقى عايز ينفي، النفي طبعا باستخدام didn't خاصة ان في فعل في المصدر هنا. what space you do last weekend. last weekend موجودة، تبقى what did على طول عشان نسأل بديد بعد أداة الاستفهام. we spaced late for yesterday's meeting. خلي بالك في yesterday هنا سامع ناس بتقول did، لا مش هينفع هنا did. ليه يا مستر ما انت كل شويه بتستخدم ديد في الماضي؟ هقول لك لا، هنا ممكن نستخدم يا اما واز في بعض الحالات او وير لما ما يكونش عندي فعل في المصدر هنا. تعالوا نبص كده، ليت متاخر دي صفه، فور حرف جر، يسترديز ميتنج دي طبعا ايه، ظرف زمان والمكمل بتاعه مش فعل، ما عنديش ولا جو ولا ايت ولا رن ولا اي فعل في المصدر، فبالتالي استخدم وي وير، وي بتاخد وير، نحن كنا متاخرين، ما ينفعش اقول نحن فعلنا متاخرين، لا نحن كنا، يبقى استخدم فيرب تو بي في الماضي في حاله لو ما عنديش فعل في المصدر خالص بعديها. وين ديد يبقى مصدر على طول. ايوه سامع ناس بتقول هاف، برافو عليك. وين ديد يو وي هاف. ذي وجايب لي لاست ساندي، يبقى ماضي على طول، توك الماضي من تيك ياخذ، توك اخذ. هو ديد تبقى مصدر على طول، سي اللي هي اول واحده التصريف الاول من الفعل.
طيب هاني سبيس سام لاست ساتردي، السبت الماضي. لاست يبقى على طول هستخدم الماضي، بوت اشترى، نهلة وبعدين لاست برضو تبقى هاد على طول الماضي من هاف، يعني هاد فانتاستيك ويكند، قضت اجازة رائعة. What time did you arrive؟ طبعا yesterday جملة في الماضي لازم استخدم لها yesterday امس عشان did موجودة. I went to the aquarium a year ago، جملة دي في الماضي، الماضي الوحيد هنا يبقى ال I last، معناها انا اخر مرة رحت فيها للأكواريوم اللي هو متحف الاحياء المائية منذ سنة، يبقى I last went يعني اخر مرة ذهبت فيها. It's January now، انها دلوقتي احنا في يناير. It was December last month، الشهر الماضي، كانت ديسمبر الشهر الماضي. احمد had lunch with his family، had في الماضي تبقى yesterday. They the sport center 2 weeks ago، ago يبقى ماضي، visited على طول احنا حفظنا ago yesterday last كلها ماضي. Where you last Friday، خلي بالك في عندي last هنا، سامع ناس بتقول did، لا طبعا ما نغلطش مرة تانية. Where you، ليه ما استخدمتش did؟ لان ما عنديش فعل في المصدر هنا، you فاعل، last Friday ما هيش فعل في المصدر، لازم يكون في go زي ما قلت او run او eat او اي فعل في المصدر، يبقى عشان كده استخدمت where you، اين كنت الجمعة الماضية. He the bus to the last Sunday، يبقى هي اكيد ماضي، took على طول الماضي من take. النوعية الاخرى من الاسئلة what did، التصويب ما بين القوسين، did موجودة تبقى مصدر على طول يبقى do، هجيب المصدر من did يبقى do. What did you do؟ When، where your last English lesson، عايز يقول له متى كانت اخر حصة ليك في الانجليزي، خلي بالك your last English lesson مفرد، يبقى when was مش where. I وجايب لي sit وجايب لي هنا was friendly وcalled اتصلنا، يبقى على طول I sat أو يسمى، تمام I sat علشان في and he was friendly وهو كان، يبقى الجملة في الماضي على طول هجيب الماضي من sit يجلس، sat جلس. I didn't تبقى مصدر go. This morning هذا الصباح mom and I went shopping، ذهبنا للتسوق. It's Wednesday today، النهاردة الأربع. So it was Tuesday، امتى؟ yesterday، امبارح. طبعا النهارده الاربع يبقى امبارح كان التلات. ايمن was lazy، he was very active، طبعا هو كان نشيط جدا، active يعني نشيط، يبقى ايمن wasn't lazy، ما كانش كسول، انها لازم انفيها. There aren't any cars in ancient Egypt، في مصر القديمة تبقى weren't، ما ينفعش aren't لان الجملة هنا ماضي بيقول لي في مصر القديمة من زمان، يبقى there weren't لم يكن يوجد اي سيارات في مصر القديمة. How long did يبقى مصدر على طول بعدها take، المصدر من took. I went to Alexandria 3 years ago، على طول وانت مغمض 3 years فترة زمنية بيجي بعدها ago. What places did طبعا you visit last weekend، ليه استخدمت did هنا ما استخدمتش was ولا where؟ عشان في عندي فعل في المصدر visit. Last week الأسبوع الماضي يبقى I saw على طول، طالما last موجودة يبقى saw الماضي من سيارة. Adam did his homework an hour ago، طبعا an hour ago. He drove طبعا في الماضي علشان في عندي last Saturday، drove يعني قادة الماضي من drive يقود السيارة. حسن moved طبعا علشان في عندي ago الماضي من move، moved عشان في ago. My uncle bought a car yesterday، امبارح بدل tomorrow غدا، طبعا bought اشترى يبقى في الماضي. Did في اللي بعديها صح؟ أيوة did، علشان في مصدر هنا go، did you go، وفي yesterday في الآخر. Yesterday it not my friend's Dahlia's birthday، it was طبعا لقد كان عيد ميلاد، عيد ميلاد واحد أو my friend Dahlia's birthday، birthday عيد ميلاد واحد يبقى it was. I last قلنا بيجي بعدها ماضي تبقى went. I last went آخر مرة ذهبت فيها إلى الحفل الموسيقي، concert كانت في 2010. Did you تبقى give مصدر على طول وانت مغمض، اجيب المصدر من give اعطى، give يعطي. I جايب لي be verb to be يعني at home last night، خلي بالك في last هنا يبقى اجيب verb to be في الماضي. I بتاخد ايه was، انا كنت في البيت امبارح، ليه ما استخدمناش did؟ علشان نفس السبب مفيش فعل في المصدر هنا. How space your last trip to الفيوم، ما ينفعش did هنا رغم ان عندي last هنا، ما ينفعش did ليه؟ لان ما عنديش اي فعل في المصدر، يبقى how was، كيف كانت رحلتك الى الفيوم.
My father lived في الماضي. أجيب الماضي من live يعيش. lived عاش عشان بيقول لي when he was 10 عندما كان عنده 10 سنين في الماضي. He didn't play tennis this week last week. طبعا لازم أنا أجيب last. My last English lesson was هنعكس بقى an hour ago يعني منذ ساعة. من فعش ago an hour قلت الفترة الزمنية الأول وبعديها كلمة ago يبقى an hour ago منذ ساعة. كده نكون خلصنا مراجعتنا. أتمنى أن يكون الفيديو عجبكم يا شباب. ما تنسوش لايك للفيديو دعم لينا ودعم للقناة. وإن شاء الله انتظرونا في الكويز. أنا عارف أن في ناس هتسأل عن الكويز. الكويز اللي هو المسابقة اللي بنعملها في نهاية كل فيديو هنجيبها إن شاء الله في نهاية كل امتحان. يعني إن شاء الله امتحان بتاع الوحدة السبعة هنجيب فيه كويز وهكذا في كل الامتحانات فقط هيبقى فيها الكويزات. نكتفي بالمراجعة ونكتفي بالشرح. أتمنى أن أنا أكون أفدتكم. ما تنسوش لايك للفيديو دعم لينا ودعم للقناة. وأسيبكم على خير إن شاء الله وأشوفكم الفيديو القادم على خير. وحتى حينها أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.